يقول أنس مالك رضي الله عنه: خرجت مع عمر بن الخطاب مرة حتى دخلنا بستانا فسمعته يقول: بيني وبينه جدار. يقول لنفسه وهو في جوف البستان يخاطب نفسه: استمع إليه. فماذا قال عمر لنفسه؟ يخاطب نفسه يقول: يا عمر، يا عمر، يا أمير المؤمنين، بخ بخ، والله يا ابن الخطاب لتتقين الله أو ليعذبنك الله، أو ليعذبنك الله. يقول هذا وقد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، فماذا نقول نحن؟